السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض فيديو جديد زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات، إن إحنا إن شاء الله من هنا ورايح هنبدأ نصور كل يوم علشان محدش يزعل مننا ويقول يا أم شيماء أنت قلت هنصور كل يوم وما صورتش. الأيام اللي فاتت كنت أنا فعلا كان يعني كنت مشغولة شوية، فعلشان كده يمكن دي أول دورة إن أنا يعني إيه ما داومش عليها في التصوير. فباذن الله من هنا ورايح هنبدا ان احنا ان شاء الله نصور كل يوم. صورت لكم امبارح فيديو وعملنا مع بعض وصفه، النهارده برده هنحط وصفه كويسه جدا هنحطها على الاكل، مش هنحطها على الميه. الميه هنحط عليها مكون كويس جدا برده، يعتبر مضاد حيوي، يعتبر برده فاتح شهيه، رافع مناعه، كل حاجه يعني يعتبر هو فيه كل حاجه. فان شاء الله يا جماعه باذن الله برده زي ما قلت لكم امبارح بقى، يعني كنت انا وريتكم المكان امبارح وقلت لكم ده اخر يعني اخر يوم هسيب في الفرشه كده، اتعمدت ان انا اسيب الفرشه على اساس ان انتوا برضو تشوفوها معايا، لان معظم الناس بتقولي طب يعني اشيل كل كام يوم، وانا بصراحه مش عارفه كل كام يوم. وقت ما بلاقي الفرشه بتبقى يعني ايه مبلوله تحتهم شويه كده او طريه تحتهم شويه بشيلها عشان ما يتعبوش. فانا ما بس يعني ما بسيبش الفرشه لغايه مثلا ان هي تتبل او تحتهم او كده، او انا بحط طبقه فوق طبقه، لا، علشان في ناس برضو بتسال بتقول طب ينفع احط طبقه فوق طبقه؟ بصراحه يا جماعه انا كل تربيتي دايما على طول بشيل الفرشه من اولها لاخرها وبجدد فرشه جديده، وبصراحه ده اللي ماشي معايا، وبسم الله ما شاء الله الفراخ بتبقى حلوه وزي الفل. اما في ناس تانية بقى بتقول ايه؟ اللي انا بحط طبقه فوق طبقه، فانا ما بفضلش بصراحه الحكايه ديت، علشان زي ما قلنا يا جماعه ريحه الامونيا وممكن يعني خلاف ريحه الامونيا كمان ان هي بتكون حشرات تحت الفرشه. ملوش لازمه. والجير برده حلو قوي يا جماعه، برده الجير يعني الجير صيف وشتاء حلو، بيخلي بيطهر من جهه ان هو بيطهر تحت الطيور، ومن جهه ثانيه ما بيخليش الفرشه يعني ايه تربى حشرات او الحاجات دي كلها. فاحنا يعني ايه برده زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج، يعني احنا ان احنا برده ايه ننظف المكان، نطهره كويس عشان الفراخ ما تتعبش مننا، ودي اللي احنا ماشيين بيها على طول. فالطريقه اللي انا بفضلها ان كل ما الفرشه تتسخ بقوم شايلها من اول وجديد خالص، وبقوم فرشه نظيفه، دي اهم حاجه عندي، ودي ما شاء الله اللي بتخلي الفراخ يعني تبقى كويسه وتبقى ماشيه على طول معايا ما بتتعبش بقى، لا يجيلها كوكسيديا ولا عينها تحمر ولا الكلام ده كله. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي يعني ايه قلنا الفرشه حلوه، التدفئه بقى اليومين دول الجو حلو، بفتح لهم الشمس ما شاء الله بتبقى داخله حلوه قوي، وبسيب لهم برده زي ما انتم شايفين اهو التهويه، دي تهويه. الباب برده مفتوح ليه؟ لان بيدخل لهم شمس، يعني مش الشمس بتبقى مباشره عليهم على طول، لا، بتبقى المكان نص ظل ونص شمس. عندما الفرخ بيحب ان هو مثلا ينام في الشمس بينام، والمكان ورا برده بيبقى ظل، يبقى تهويه وشمس، وتبقى ما شاء الله بتبقى المكان حلو. وخدوا بالكم بقى يعني في تغيرات في الجو الايام الجايه، يعني حاولوا ان انتوا برده تدفوا الفراخ، تاخدوا بالكم منها من الهواء علشان ما تتعبش معانا. الكلام ده كله يا جماعه انا قلت برده عشان ايه الدوره تمشي معانا سالمه ما تتعبش مننا. فدلوقتي برده هنحط مكون كويس جدا. الفرخه دلوقتي في عمر التسمين او في عمر التحويل، فاحنا عايزين ان كل الخلطات الجايه ان شاء الله هتبقى خلطات تسمين، وفي نفس الوقت برده خلطات تسمين وعلاجيه في نفس الوقت. فانا النهارده جايبه مكون كويس جدا، المكون ده يا جماعه بيخلي الفرخه ما شاء الله يشيل معاك وزن كويس جدا، بيفتح شهيه الفرخ تمام، خلاف كده وكده كمان ان هو له يعني ايه فوائد تانية كتير. فان شاء الله برده انا عامله وصفه كويسه جدا هنحطها. بس على فكره يا جماعه قبل ما اخش في الوصفه، الناس اللي سالت قالت يا ام شيماء الدوره الاولانيه اللي انت جبتها البلدي دوره رمضان، فان شاء الله يا جماعه انا لما باجي اصور البط بصورها، فمنها يعني ما بعرفش اصور لوحدها لانها هي فوق على السطح، انا حطها في الابكاس فوق على السطح، فلما بصور البط مع الفراخ، وان شاء الله برده احتمال ينزل لكم فيديو بكره او النهارده عنها تمام. تعالوا بقى كده نخش. على فكره انا يعني ما طنشتش ولا حاجه، ورته برده الناس اللي هي متابعه ممكن تعمل نفس الخلطات اللي انا بعملها ديت تعملها مع الفراخ، خلطات التسمين والخلطات اللي احنا كل الوصفات اللي احنا بنعملها هتعملها برده مع الفراخ البلدي تمام. قلنا ان شاء الله الدوره ديت اللي معانا ديت ده طبعا خلاف الابيض، انا بقول على الساسو البلدي ده ان شاء الله هتبقى دوره رمضان باذن الله، فاحنا بنحاول ان احنا نحاول ايه يعني نكبرها بسرعه كده علشان تنهض معانا. في حد برده كان قال لي لو انا جبت بط دلوقتي هينهض، هينهض بس هتيجي كبير شويه،
تمام كده. فان شاء الله يا جماعه عشان ما نطولش بس الفيديو عليكم، هنخش بقى في الوصفه على طول. يلا بصوا يا جماعه، ده الخامر، خميره فوريه. يعني ايه؟ علشان ايه دي على طول دايما انا بنصح بيها 3 ايام في الاسبوع للفراخ عندي. ده كده اللي معايا كيلو علف، علشان هم اصلا واكلين وشبعانين، فانا يا دوبك هحط لهم الحبه دول. هنحط على الكيلو دوت نص معلقه بس، نص معلقه كده من الخميره. لو 2 كيلو حط معلقه. هندوبها بقى، هنحاول ان احنا كده اهو اهو، ونحط الفراخ. وعلى فكره يا جماعه الفراخ لسه بتاكل على بادي ان شاء الله، يعني قريب كده هنغير بقى. ده كده يا جماعه حطيت لهم العلف اهوت. انا مش مكتره يعني ولا حاجه، علشان بس ايه يعني هحاول ان انا اجوعهم شويه، هياكلوا العلف دهيت واسيبهم ان هم يجوعوا شويه. اللي لما تجوع الفرخ ده بيبقى كويس، يعني ايه بالذات في اليومين الحر اللي احنا فيهم ده. انما في الشتاء عادي، يعني لما يكون الجو برد سيب الاكل قدامهم ليل ونهار، مفيش اي مشكله خالص. يبقى انا كده دلوقتي حطيت خميره على العلف، ودي احسن حاجه هتحطها لهم في الايام دي، علشان يا جماعه يعني ايه في ناس بتيجي تسال طب بتقول ان عندي الفراخ قليله اعمل وصفه تسمين ايه؟ انا بنصحك بالخميره. ده يعني في حاله ان الفراخ ما يكونش عندها اسهال، لو في الفراخ عندك لا قدر الله عندها اسهال امنع الخميره خالص، ما تحطش خميره، تمام؟ اه طب هنعمل ايه بدل الخميره؟ هنحط كمون وهنحط كزبره، ده كويسه جدا للمشاكل المعويه، حلوه قوي. وبرده انا عملت لكم وصفه امبارح، برده الوصفه دي حلوه قوي للمشاكل المعويه، تمام كده يا جماعه؟ تعالوا بقى نشوف هنحط في الميه ايه. بصوا بقى انا معايا ايه؟ نص ليمونه اهيت. الليمون ده يا جماعه دي يعتبر مضاد سموم. ما عندكيش ليمون حط معلقه خل، ده انا بنصح به، ليمون كويس جدا جدا. يعني حتى هو كمان يعتبر مضاد حيوي ورفع المناعه، ويعتبر كمان بيزود الوزن الليمون، بس في الايام الجايه هيبان معاك في الايام الجايه، تمام؟ تعالوا بقى كده نحطهم في الميه. ده كده يا جماعه حط لهم الميه بالليمون اهوت زي ما انتم شايفين. نص ليمونه كده على الريف بتاعهم بتاع الميه. ان شاء الله هيبقى في كل يوم وصفات جديده هعملها معاكم، وفي خلي بالكم في وصفات ثانيه جديده يمكن اول مره اعملها معاكم، ده هتبقى برده خاصه للتسمين. لو احنا داومنا على الحاجات اللي احنا بنقول عليها ديت دايما على طول باذن الله، هتبص تلاقي الفراخ معاكي ما شاء الله نطرت مره واحده وشالت معاكي وزن مره واحده. بالشكل ده عمرك ما هتحتاجي ان انت تحتاجي لا الادويه بيطريه ولا هتحتاجي لاي حاجه خالص. امشي معانا على الخطوات ديت، مع نظافه المكان، مع التهويه السليمه، مع التدفئه، ان شاء الله مع الوصفات هيبقى عندك دوره فراخ زي الفل. الناس اللي تابعه معايا الابيض، الابيض يا جماعه احنا بنتابعه زي ما هو، يعني يعتبر ده الابيض زي ما هو، ونفس الوصفات احنا بنعملها، وهتبقى كمان في وصفات زياده برده هي اللي احنا ان شاء الله بنعملها للساسو، لان انا هربي الساسو والابيض مع بعض، لان قلت لكم انا ما عنديش مكان كافي على لان الجو برد. يعني ايه احتمال ان شاء الله لما الجو يظبط شويه هطلعهم فوق بقى على السطح، وهبدا اجيب دوره ابيض جديد. الناس في ناس برده فاكر ان انا زنقه الفراخ على بعض او انا متقلهم على بعض، لا يا جماعه. انا بس عشان قاعده بصوركم هنا في المكان، البلكونه ما شاء الله كبيره يعني طويله، فانا بقى ايه يعني يعتبر انا كل مدى بوسع لهم، كل ما الفراخ تبدا ان هي تكبر معايا كل ما بوسع لهم شويه بشويه. ما برضاش ان انا اعمل لهم يعني ايه اوسع لهم مره واحده علشان ما يبردوش مني. عندك برضو التهوية اهيت، يعني دايما على طول ليل ونهار سايباها، تمام؟ لان انا حاطه اللمب اهي، دي لمبه هناك اهي، دي لمبه 100، وعلشان الفراخ كبرت ونفسها يعني ما شاء الله بقى يدف بعضيها، خففت اللنده وعملتها نواسي 40 واط زي ما انتم شايفين. يعني انا عامله يعني انا هنا حاطه نواسه 40 ولمبه 100، تمام؟ يبقى انا كده الاضاءه متظبطه وزي الفل. وعلى فكره يا جماعه الاضاءه ديت انا ما بقدرش الا بالليل بس، لما بلاقي الجو مثلا يوم فيه شتاء او برد بقيدها ليل ونهار. الجو طالع حلو في شمس بسيبها بس بالليل، طول النهار بتبقى مطفيه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.